تمكنت مديريتنا المديرية العامة للموازنة والبرامج هذا اليوم من توزيع منحة الدفن والتكفين البالغة 6 ملايين للوجبات 7، 8، و9، وإحنا إن شاء الله مستمرين بتوزيع هذه المنحة للوجبات اللاحقة. يأتي هذا كله بدعم دولة رئيس الوزراء والسيد الوزير والسيد رئيس أركان الجيش والسيد الأمين لعوائل الشهداء ولشريحة الجرحى، وإن شاء الله مستمرين بدعمهم، وهذا كله يأتي بتنفيذ من مديريتنا ومن تعاون مع وزارة المالية لتأمين هذه المبالغ.